وعندنا كلام كتير بس أكيد. هنطلع تقرير طبعا. بنرحب بيك، الاعداد بيرحب طبعا بكابتن عادل، وتقرير ونرجع تاني مع الكابتن عادل عبد الرحمن. واحد من نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وأحد أفراد كتيبة الجيل الذهبي للكرة المصرية، والذي شارك في نهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا، النجم عادل عبد الرحمن. من مواليد شبين الكوم في 11 من ديسمبر عام 1967، لعب مع الأهلي في جميع المراكز خاصة في وسط الملعب، لكن مركزه المفضل كان رأس الحربة. أحرز مع الأهلي 19 بطولة ما بين دوري وكأس وبطولات عربية وإفريقية وأفرو أسيوية، ويعتبر موسم عام 1993 من أفضل مواسم عبد الرحمن على الإطلاق، حيث حقق الفوز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى أفريكا سبور الإيفواري بمباراة الإياب على استاد القاهرة من ركلة جزاء. لعب عادل عبد الرحمن في صفوف القلعة الحمراء 7 مواسم، بداية من موسم عام 1988 وحتى موسم 1995. وعادل عبد الرحمن وجول 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 يا يا. بعد اعتزاله اللعب بدأ مرحلة جديدة مع التدريب في قطاعات الناشئين والشباب، وصولا للتدريب في الدوري الممتاز، حيث عمل في النادي الأهلي لمدة 10 أعوام متتالية، تدرج خلالها في تدريب فرق قطاعات الناشئين حتى وصل لتدريب فريق 18 عاما، وأحرز معه العديد من البطولات، منها 6 ألقاب دوري وبطولتان دوليتان بمشاركة أندية أوروبية. وعقب مرحلة ثرية في الأهلي، تولى عبد الرحمن منصب المشرف العام على براعم الناشئين في نادي إمبي عام 2008، وعلى مدار 5 سنوات استطاع تحقيق طفرة كبيرة مع ناشئي الفريق البترولي، واستطاع الحصول على جميع بطولات مرحلة الناشئين في ذلك الوقت. ثم انتقل للعمل في الدوري السعودي، وقام بتدريب أندية الشباب والنصر والباطن والوحدة واتحاد جدة، وحقق معها عددا من البطولات، منها 3 ألقاب للدوري مع فريق النصر تحت 18 سنة، ولقباء الدوري والكأس مع الشباب تحت 20 سنة. وفي مايو 2015 توج مع فريق الشباب السعودي الأولمبي بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد، ثم تولى تدريب فريق سموحة في الدوري الممتاز في فبراير 2019. القدير عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق الذي سطر تاريخه لا ينسى.